حلة جديدة بأسلوب عصري وخدمات متنوعة تضيف رونقا للكورنيش الغربي في اللاذقية عبر مبادرة هوا بحري للأمانة السورية للتنمية. هدفت المبادرة إلى تحويل الكورنيش الغربي إلى مساحة صديقة تراعي ظروف جميع رواده من خلال تصميم 4 مقاعد مزودة بألواح طاقة شمسية لإنارة المكان ليلا، بالإضافة إلى مآخذ شحن لشحن الأجهزة النقالة. إضافة إلى ذلك تم تركيب رمبات لتسهيل حركة ذوي الإعاقة. تم تخصيص مواقف للدراجات الهوائية بما يراعي الواجهة البحرية لمدينة اللاذقية. نحن نتمنى كأمانة المجتمع المحلي الحفاظ على المقاعد، عدم رمي الأوساخ. هي المرحلة الأولى ضمن خطة لزيادة عدد المقاعد والخدمات. مبادرة حلوة، يعني هيك واحد بيقعد بيرتاح، جميلة بس يحافظوا عليها. أتمنى من الجميع المحافظة على هذه المبادرة والتوعية بشكل خاص، لأنها خدمة للناس أجمعين، والشيء اللي بيخدمنا لازم نحافظ عليه. كتير حلوة ومميزة، فيها شغلات يعني مثل إنه الواحد بيجي لهون بيشوف الموقع، فيها إنارة المساء، بيجوا بيتسلوا الشباب، وبتمنى منين إنه يحافظوا الكتير حلو. مبادرة هوا بحري تجسد تكامل العمل بين المجتمع الأهلي والجهات المعنية لتحسين الواقع الخدمي والجمالي في مدينة اللاذقية.